مرحبتي بكم. نحن دارك متواجدين بمدينة قليميم باب الصحراء في ذي التراب الزينة اللي هنا بدأوا جولتنا. هاي الجولة اللي تبدأ من ذي التراب وماشيين شور الصحراء الشرقية والجنوبية، الصحراء المغربية اللي يكتشفوا فيها كنوز بلادنا الزينة من صناعات وحرف وتراث وفن. وهذه الجولة تنظمها المؤسسة المغربية للنهوض بالتراث الصحراوي. ودارك وهاونا إله نبدأ جولتنا. بعد تعاونيتكم لا الياقوت وفالح وانتم كاملات معدلات وخيرت بكم وني بكم. وني بك يا خيتي. هذا معك في التعاونية يعني. أنا حتى أنا عدت ندار مولي تعاونية. حق أنا عجبتني ندار مولي حتى أنا نعدل تعاونية. حق بعد غير قولي لي كيتاش نعدل ذا. عن طاكي ليلى رئيسة تعاونية واحد أسري للتربية الدواجن. نجية برافو رئيسة تعاونية نساء أسري للكسكس والعجائن ورئيسة مجموعة نفع اقتصادي جيو كسكس الكرم لواحات الجنوب والمسؤول على واحد المحل هنا فاسري اللي بوان دو فونت اللي فيه منتوجات التعاونيات كامله اللي لها علاقه كل شيء بالواحه. التعاونيه نساء اسرير تاسست في 2009 في سبتمبر 2009 كانت بدايه فيها 9 النساء اللي باش تاسست ودرك ولاو 13 امراه. سياد صالح رئيس التعاونية تنست واحد تيغمرت. نعم تأسست التعاونية في 2006. أجود العسل هو عسل الدغموس اللي كيتنتج في شهر 8 وكيتنتج في شهر 10. كيف
كيكون مطلوب وكيفطر بيه صحيه وفيه فيه دواء فيه الدواء بزاف للناس وهو ما تيخسر أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هلا اهلا السلام عليكم شنسك بس عليك بخير دارتك بس عليك شي بخير بس الحمد لله ما شاء الله الطفل تبارك الله عاد يقرا مزيان الحمد لله والله اللي عاد يحفظ ياسر من الايات القرانيه عاد انا قاعد اعلمها لي في الصدر الحمد لله دخلت اقرا يا خيتي ندور نسجل عندكم انا في محاربه الاميه اللي عندكم هون مرحبا والله المرينة لالة فاطمة رئيسة جمعية زاوية مولاي البشير العلوي لإحياء التراث والتنمية المستدامة بصفتي رئيسة هذه الجمعية أنا كذلك بنت المرحوم مولاي البشير الذي سميت عليه هذه الجمعية والذي كان يلعب دورا مهما في المنطقة حيث كان يتميز بحل النزاعات بين القبائل وكذلك كان يتسم بالكرم وبالأخلاق وكان سنويا يقوم بموسم كيف تسموه عندنا احنا هون العرضة سنويا كان يجمع فيها إلى ما يفوق 1000 شخص كان يبغيهم باش يعود بينهم الإخاء ويعود بينهم التعاون وكذلك تجديد البيعة لصاحب الجلالة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور حليمة برديد رئيسة التعاونية قافلة عمرة النسوية للأعمال اليدوية عندنا مجموعة من الأعمال نقوم بها في التعاونية والمادة الأساسية اللي نخدموا بها هي وبر الإبل وبر الإبل عنده واحد الميزة كبيرة وخاصة في خصوصا في المجتمع الصحراوي احنا ندورو كان معروف اللوبر يخدموا بها غير الخيام احنا في التعاونية عندنا طورنا المجموعة من المنتوجات عدلنا منهم الكوسان عدلنا منهم لطابي عدلنا منهم الحنبل عدلنا منه الخيمة عدلنا منه الليقات والتقاشر وشي ما كان قاع في العصر اللي فات احنا طورنا هذا الوقت هذا معروف عنه المادة ديال اللوبر فيها ضد الحساسية وضد لاميديتي وعندها مجموعة من المواد اللي صحية داك اللي بينا خدموها المشكل اللي كيتخبطوا فيه هو الدخل الدخل مازال عندهم هو ما كان واحد الدخل اللي منتظم ولا قار كان المرأة ولا البنت تستفاد منه هذا هو المشكل اللي عندهم ومشكل التسويق منين ياد تعدل مثل منتوج منين اللي تسوقه احنا عندنا هنا معدلين المقازة في التعاونية بالكاد الناس اللي يجوا اجانب ولا الناس السواح اللي كيجوا لي ميزون دوت يجوا يتقدموا عندنا شيء غير هذا ما هو كافي بالنسبه ل 23 امراه وتخدم 6 سوايع في النهار يوميا ما عدا الحد طبيعه الحال عيات توصل 14 15 ما شدت شيء هذاك هو المشكل عزيزي علي هو مدير ديال الوحده ديال التحويل الصبار اللي تابعه لتعاونيه واحد تيغمرت الفلاحيه بتيغمرت جامعه تيغمرت اقليم قلمي كاينين 9 ديال الاعضاء ديال التعاونيه اللي هما 4 ديال البنات و5 ديال الدراري هادو اللي هما على طول السنه خدامين على طول السنه وعندنا العمال الموسميين اللي كنخدموا بهم بين 10 حتى 20 عامله من المنطقه ديالنا على حساب الوقيت ديال الخدمه ديال الهنديه عندنا الكونفيتور عندنا الفيلي دراكيت عندنا الزيت ديال الهنديه وعندنا لا ليمون بيتاي اللي كنعطوا للبهائم اللي كان على حساب التسمين وعندنا العصير اللي هو اخر منتوج كنخدموا به